قولي بقى يا دكتور، هو صحيح التغذية بتبقى سبب في تساقط الشعر؟ التغذية فعلا بتبقى لها دور مهم قوي في نمو الشعر وفي تساقطه. أيوة. بس طبعا الهدف من الحلقة بتاعت النهاردة طبعا ان انا اقابل حضرتك واسعد بلقائك. ربنا يخليك يا دكتور، الشرف لينا يا فندم. ان احنا نبين ان التغذية بتاعت الشعر بتبدأ بالتغذية للسيدة او الرجل بياكلها في بقه. أيوة. الحاجات اللي بنحطها على فروة الراس دي بتتغسل في الحوض. يعني ياما الجرجير ده خسارة، ياما جرجير يترمى في الحوض. يا سلام. دي ما مش هيفيد السيدة في اي حاجة خالص، انما اكل الحاجات دي اكلها هيفيد. لانه الشعر يعني احنا نقدر عشان نتخيل الموضوع ده ببساطة زي فكرة النبات. ايوه. احنا بنسقي الجذر بتاع النبات، الماء بتدخل للجذر. ايوه. والاسمدة بتتحط في الجذور، بتمتصها الجذور فتبان على النباتات. أيوه. تخيل حضرتك لو حطينا المية والاسمدة على الفرع بتاع النبات، ولا هتعمل حاجة. ولا هتعمل حاجة. دي نفس الفكرة، احنا دايما بنبص للشعر كأنه منفصل عن الجسم. كل شعراية هي كأنها بالظبط حتة زرعة في فروة الراس. أيوه. الزرعة دي لازم نغذي جذرها نفسه. أيوه. إنما كل الحاجات بقى طبعا دي خبر يعني غريب بالنسبة للسيدات، بس كمان هيوفر عليهم فلوس كتير قوي. أيوه. وهيوفر عليهم الحاجات اللي بتتحط في الكريمات، يقول لك كريم بزيت مش عارف إيه، وكريم بالبيض، وكريم بالزبادي. كل الحاجات دي طبعا بتتغسل في الحوض. لو كلت البيض وكلت الزبادي والجرجير هيفيدها، مع شوية جبنة بيضة مثلا. ده جميل. أحلى أكل طبعا. لو كلت الحاجات ديت شعرها يستفيد، لكن لما تحطهم على شعرها بيتغسوا في الحوض.